عينا رحمة محمد يا عينا رحمة محمد يا عينا رحمة سيد احمد صلى الله عليه يا سيدي يا عينا رحمة فلاحة تعلم اللغة العربية وفي بداية الخمسينات طور تجارته افتتح محلا بوجدة اتصلت به قيادة جيش التحرير الوطني لمدينة السي رشيد والسي طالب عبد الوهاب والعروسي والخليفي لتمويل الثورة، وبذلك أصبح المجاهد الدردق الحبيب همزة وصل بين المجاهدين وقيادة الثورة لكونه كان تاجرا ويملك سيارة، مما كان يساعد الثورة على التحرك في شتى المجالات. اتصل به عبد الحفيظ بوصوف والعربي بن مهيدي وطلبوا منه بناء منزل خارج المدينه خارج وجده ليكون مقر لاجتماع قاده الثوره، وفعلا تم بناء البيت الذي اصبح مركز عبور وتجمع لمناضلي جيش التحرير الوطني. وبعد خير ما نفتتح به هذا المجلس المبارك الموقر ايات بينات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا فضيلة الشيخ السيد سعيد بودياب، فليتفضل مشكورا مشكورا بارك الله فيك. لإبراز دور الإمام في الحفاظ على تعاليم ديننا الحنيف وصون ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري الأصيل، فمن المساجد والزوايا انطلقت قوافل المجاهدين والشهداء الذين كان لهم الفضل في تأطير الثورات الشعبية إلى ثورة نوفمبر المجيدة، وأفشلوا مخططات المستعمر في التفرقة وتمزيق الوحدة الوطنية، ومن بينهم الإمام الشهيد جهدي سعة القادر المدعو السرحمون، الذي تشرفنا اليوم بتسمية أحد المساجد بالولاية على اسمه، وذلك فخر لنا. وسيبقى الإمام سيد فوق منبره لأداء مهامه النبيلة الدينية والعلمية إلى جانب نشاطه خارج أسوار المسجد في التحسيس والتوعية والوعظ والإرشاد. الله يكرم أستاذ التعليم القرآني بالحاج الطيب جنون أستاذ التعليم القرآني نظيرا لمجهوداته في إنجاح نشاط المدرسة القرآنية الصيفية. كما ذكرت هذه التكريمات لميزانية الولاية بارك الله فيه سيد والي الولاية. الشيخ عمارة مسعود عامر الشيخ سلاف كرالبة متطوعة في التعليم القرآني في المدرسة القرآنية علي بن أبي طالب. تفضلي. نظير مجهوداته في إنجاح المدرسة الصيفية كويندر بالكحلة إمام مسجد الحسن بن علي في بلدية بوزجار رئيس الأمن الولائي. وجمعة غوتية